تتذكروا الطفلة سنة الزيري اللي اخترعت عصا ذكية للمكفوفين؟ هذا أخوها أحمد. كيفك يا أحمد؟ أحمد اخترع تطبيق لمين؟ لأطفال مصابين مرض السكر. شو التطبيق؟ تطبيق اسمه نحوي. ليش سميته نحوي؟ أيوة سميناه نحوي لأنه الطفل لو المصاب مرض السكر يكون عنده السكر مرتفع، فهو إنه هيك مثل النحلة بينتج عسل هيك. شو التطبيق مضمون؟ هو عبارة عن ثلاث واجهات رئيسية. الصفحة الأولى عبارة عن لعبة بيلعب فيها الطفل، بتعرفه الأكلات الصحية لازم ياكلها والأكلات الغير صحية لازم يبعد عنها. الصفحة الثانية هي عبارة عن منبهات بيعيرها الطفل وأهله عن كل جرعة لازم ياخذها باليوم، فهو يبعث له إشعار إنه لازم تاخذ الجرعة بهذا الوقت المحدد، ففورا إذا أخذ الجرعة هو رح يطلع له إشعار هل أخذت الجرعة؟ إذا كبست نعم له شكرا لك، أما إذا ما كبس هاي الزر فهو رح يتصل مباشرة بالمشرف، المشرف بيشوف إنه ليش ما أخذت الجرعة فرح ينبه الأهل.